لان ما فيش حضانات زينا كتير طبعا على نفس المستوى بتاعنا، خاصة ان احنا عارفين اللابتوا وعارفين كل الانظمة بتاعت التقديم للقبول في المدارس الالماني، فاحنا بس عشان سمعنا ظروفكم هنحط الولد على الويتنج ليست. طبعا هنعمل له لسه اختبارات عشان نشوف مستوى ذكائه هل يستحمل النظام الالماني ولا لا. اوكي؟ اوكي ميرسي قوي. العفو يا فندم. حضرتك تحبي تاخدي تور في الحضانة؟ يا ريت. اتفضلي معانا. حضرتك قبل ما تخلص قهوتك تكون المدام رجعت على طول. احنا مؤسسة ألمانية تعليمية تأسست في عام 2000، بنعتمد طبعا على النظام المونتسوري في التعليم. احنا عندنا فروع كتير جدا، منها بلجيكا، فرنسا، دبي، كذا حتة في العالم. انا اللي اقنعت مدام جاكلين ان احنا نفتح هنا في مصر، وهي ما صدقت لان هي بتحب مصر جدا ونفسها تعيش فيها من زمان. اتفضلي معايا. اين زباي دراي فيير. Guten Tag, Frau Paula. Hallo, ich bin Frau Paula. Willkommen in unserer Klasse. طبعا احنا الكلاس عندنا ما بيبقاش فيه اكتر من 10 طلاب، ولازم المدرسين عندنا يبقوا المان عشان نضمن جودة النوتس. Aufräumen. Das Klasse ist sehr gut. Dankeschön. Tschüss. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss. Mr. Klaus is our music teacher. He used to head the German orchestra, the official one. Kann ich dich später sehen? Sascha. بس اللي انت اول خش اقعد جوه خشوا تصدقون. ديسك توب. ديسك بار. ديسك بار. كليك يمين. كليك يمين. كليك شمال. كليك شمال. اصل حضرتك مش هينفع اخش على الالماني على طول، العيال تتعقد. طبعا احنا عندنا الفصل بيبقى فيه 10 طلاب بس، وكل الت شيف. اتفضلوا حضرتك معلش. الت كنترول شيف. مستر نمار عندنا احسن مدرب هندي في مصر تقريبا. هو طبعا عنده خفه دم هندي ملحوظه. Continue, continue please.